السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موضوع أبغى أتكلم فيه بس بلسان الضباحة، أما ذي شي معاهم الله يزيد ويبارك. في عادات وتقاليد كانت في عهد أجدادنا وأبانا عادات وتقاليد حسنة، بس إنها أصبحت مع هذا الوضع مع هذه الظروف عادات سيئة. على سبيل المثال، كان لما مات الميت اذبح لك طلي ولا اثنين، قدها من مزريبه من شق الخير، وقالوا لا روح الميت. لكن هذا الأيام إذا مات الميت عاده روح من مقبره متضايق على أبوه ولا على خيه ولا على ابنه ولا على مرته، مكروب هم مصيبة جات فوقه، وأول ما يوصل من بيته نقد عمه ولا خاله، ها ذبحته شي زيدته، الناس باجينا لبا غدا بياض وجه لبا، يعني بدل ما كان فيه هم صار فيه همين، يهم ضيوف، يهم الناس بيجوه، يهم غداهم. وقد يعلم الله أنه ما يجد في جيبه 1000 ريال، فيروح يتكلف ولا يروح يتسلف لك علشان يسوي ذم غدا. وعاد المصيبة أنه يجيك واحد قليل الحياة وهو نفسه ما هو شي معزوم، ويخرج لك من المقوات واستقام، وما لقيه هيا تفضل معنا غدا وعزمه، ولقي واحد على مشارع وعزمه، وعزم صاحب بقالة وعزم صاحب باص، وجاب له 50 نفر. الرجال تكلف وراح ذبح له طلي عامل حسابه 10 نفر ولا 20 نفر مع أصحاب بيت، وتجيب له 50 نفر ويظلوا الناس بلا غدا ويسبوه ويلعنوه، ولا إن صار الرجال يقمر ويروح زيد يتسلف ويجيب غدا جاهز علشان يهرج ببيض وجهه. فليش ما نستبدل هذه العادات بحاجات أفضل يكون فيها أجر وتكون حاجات خفيفة؟ معك شيء اداك الله سولك خزان سبيل وبوزه ما ودي صدقه جارية، ماشي معك. في بعض المناطق أصحاب محارة نفسهم كل واحد يجيب غدا حق ذاك اليوم نار موته، معك نص دجاجة هات نص دجاجة، معك دجاجة هاتها، معك عصيد، معك خبز، معك جمعه وتغدوه على الموجود، ما حد يزيد ولا حد يتكلف ولا حاجة.